قرر بالأمس على مستوى وزارة التجارة واستجابة لطلب المدير العام ديجيروا وطلب مدير السجل التجاري إرجاء تاريخ 31/12/2020 إلى 30 جوان 2021. إن شاء الله هذه 6 أشهر اللي أضافتها وزارة التجارة وسيعلن عليها في المساء، واليوم أعلننا عليها أمامكم. إن شاء الله أتمنى من إخواننا التجار الذين تقاعسوا على تغيير سجلاتهم التجارية التقليدية إلى سجلات إلكترونية أن يغتنموا هذه الفرصة، هذه المدة الزمنية التي أضافتها وزارة التجارة.